بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي انا عندي المكنه ديت ميكانيكال ايكومنت او ممكن تكون بلومنج او الكتريكال المهم ان فيها كونكتور وعايز اوصله وممكن يكون فيها كذا كونكتور قريبين من بعض فلما بقول له كونكت انتو انا عندي عارف هنا مثلا ان انا عندي هنا آه الهيدرونيك ريتيرن اللي رايح للخزان مثلا بس هنا عندي هيدرونيك ريتيرن اتنين وعندي هيدرونيك سبلاي اتنين وممكن يكون عندي سنتري مثلا تلاتة أربعة نفس النوع فأنا ب... عايز أفرق بينهم عايز يبقى في وصف هنا عايز أضيف تعريف لكل واحدة فيهم فهخش هنا فاميلي وبختار الحاجة اللي أنا عايز أعرفها بعملها سيلكت وبلاقي هنا في الديسكريبشن ممكن مثلا أقول له إن دي مثلا آه... تو مثلا آه... جراوند وهقول له مثلا دي فروم جراوند ده مجرد تعريف ممكن انت ليك تعريف تاني زي ما انت عايز فروم جراوند طيب هقول له بقى لود انتو بروجكت اند كلوز وبيقول عايز سيف في الحاجه اللي انت عملتها في فاميلي بره فبقول له لا وبعد كده بقول له هنا اعمل اوفر فلما اجي هنا اقول له كونكت انتو قال ان هو حطي الوصف هو تو جراوند وفروم جراوند فببقى عارف اني بايب اللي هتوصل معايا على طول